كاين متطوعين طوعوا باه يديروا شاطو دهنا في فكاث باه يديروا عيون للقريه، يعني نجزنا اكثر من 25 عين حاليا، وهذا المجهود يعني بفضل هذا شباب هذا سكان هذه القريه، وهذه المبادره يعني اللي يسميوها ثيويزي هنا في قريه المروج. ثيويزي هذه يعني تكافل بين الناس ويلموا بعضهم كامل، فسسوا ماديا سسوا معنويا سسوا يعني باليد سسوا، ويديروها كي شغل كما يديروا لزيعه. يعني الشاطو هذا هو مصدر العيون، والعيون هذه ولات حتى بالتنافس في الكارتي، ولات يعني ما في الكارتي كل واحد يقول لك ندير اجمل عين. وحنا في منطقه القبائل يعني عندنا هذه العاده تاع العيون، كل قريه تلقاها كل كارتي تلقى عندها عين خاصه. تيويزي هذه كل واحد بوش ساهم في هذه العيون، واحد يساهم بالدراهم، واحد يساهم بالسلعه، واحد يساهم بيده. نتمنى يعني كل قريه كل كارتي كل شارع كل تكون هذه اللمه، تكون هذه يعني بيناتنا صوره الشباب تاع الجزائر كامل. الرساله تاعي نوجهها للجزائريين كامل، نكونوا اليد في اليد باه نوحدوا، يعني باه نطلعوا ما كاش اللي يطلع بلاده غير ولاده.